السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ دلوقتي هنزل لكم الريش المشوية بالفرن او على الجريل بطريقة تحفة ان شاء الله هتعجبكم. وهنزل لكم التتبيلة بتاعتها في صندوق الوصف، انا نزلتها دلوقتي وهنزلها هنا معاكم في صندوق الوصف. تمام، او بتاعتنا هنشويها ازاي؟ عندك الخيار براحتك، عايزه تشويها على شوايه كهربائيه اشويها، عاوزه تشويها على الفحم اشويها، عاوزه تشويها في البيت على الجريل من فوق كلها كمليها شوي. تمام، بس انا النهارده هشويها ازاي؟ عندي الصينيه بتاعتي اللي بحب اشوي فيها، اللي قلت لكم قبل كده عليها، اللي شوينا فيها الدجاج. هحط هنا الجريل بتاعي في نقطه بس دهنيه كده دهنتها بيها، وهاخد سوري شويت فيها الحمام، وهاخد اللحمه الريش بتاعتي كده وانزل بيها على الجريل، اديها صدمه. شوفوا حبايبي هعملها زي ما قلت لكم من ناحيتين كده. تمام، وبعد ما اعملها ناحيتين يا ربي عليها هرصهم هنا واغطيها وادخلها الفرن. تمام، يلا كل ما تحس انها بردت استني تسخن تنزلي عشان تاخد اللسعه دي، بس ما تستنيش عليها، بس مجرد ما تاخد دي كده شايفين التضليعه دي والتقليمه دي خلاص، وهتاكلوا احلى ريش مشويه في البيت بنظافه وضمه لحمتك، ان لحمه نظيفه ولحمه تمام، وبجد بجد فظيعه فظيعه فظيعه. جربوا تتبيلتي دي حبايب قلبي، بصوا مجرد ما تاخد اللي هي التقليمه بتاعت الجيران دي خلاص، واللي ما عندوش جيران عادي حطوا طاسه وشوحوا عليها، بعدين دخلوها هنا ادوها لسعه يعني تحبسوا كل السوائل فيها، بعدين دخلوها الفرن، عشان لو ما عملتوش كده الفرن هي يعني حتى لو سخن قوي هينزل لها ماده، والنار عاليه قوي. تمام، هكمل كميتي كلها بالمنظر ده واشيل واحط هنا، بعد كده هقول لكم هنعمل ايه. قلبي هي كده انا قربت اتكلم، انتوا شايفين بعد ما تتلسع كويس من الناحيتين تبداوا تشيلوها تحطوها في الصينيه اللي تدخلوها الفرن. تمام، او لو عايزين تكملوها هنا كملوها هنا، هي اصلا تعتبر استوت، بس نحب ندخلها كل تاخد لها ايه ريحه الفرن الحلو. تمام، وتنزلي برضو بغيرها، اول ما تطلعي تنزلي على طول حار بحار كده. تمام، هكملها كلها بالمنظر ده. تخلص بقى هخليها في الفرن يعني 10 دقايق وخلاص، واحطها على الفحم واوريكم كده. خلصت حلقتنا مع احلى مشويات بالدنيا دي كلها. طبعا انا قبل كده عملت معاكم السلطه اللي هي الحمص، وهنا عملت معاها سلطه خضراء اللي عملتها برده قبل كده، وبطاطس محمره، والذره اللي بحبها جنب المشاوي. وهنا بقى القنبله بتاعتنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، هنا عندي الريش المشويه الجميله، وبنحط لها الفحميه اللي احنا اتفقنا عليها الضروريه اللي بتخلي لنا الاكله رائعه رائعه رائعه. وهنغطيها على طول 5 دقايق، بعدين نفتح عليها. انا جمعتها تاني هنا عشان تبقى محكومه في حاجه صغيره. تمام، ويا رب تكون عجبتكم الوصفه، وما تنسونيش سبسكرايب ولايك وشير اذا كانت عجباكم الطريقه.